يا اهلا بكل حضراتكم في فقره النوستالجيا، وهي بطبيعه الحال الفقره المستحبه لدى قطاع كبير من المشاهدين. هنتكلم من خلال فقرتنا دي عن تاريخ بطوله الدوري ومين صاحب فكره المسابقه وذكريات كتير جدا، يعني طبعا سيتم ذكرها من خلال هذه الفقره. احنا هنرجع بحضراتكم بالزمن يمكن ل 1920 ويمكن قبل كده كمان. كل الكلام ده هيحصل من خلال وجود الاستاذ محمد مصطفى، وهو مدير المحتوى الوثائقي لقناه الاهلي. صباح الخير على حضرتك ومنور. صباح النور عليكم. اهلا بيك. صباح الخير والنور. وده ما كان حضرتك يعني احنا طبعاً كلنا بننتمي لهذا الكيان وللقناه. وهبدا كده ونبدا مع حضرتك فعلا فكره الدوري العام يعني، ومين محمود بدر الدين صاحب هذه الفكره؟ عايزين نخش مع حضرتك بقى من البدايه كده وفي التفاصيل. جميل. طبعا الاول نبارك النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب على الفوز بجائزه جلوب سوكر، النادي الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط ونادي القرن في افريقيا. ده بدايه مهمه. فكره الدوري العام بدات بالفعل في اول تاسيس اتحاد الكوره في نهايه 21 اكتوبر 21. فكروا يعملوا دوري زي انجلترا، لكن في الوقت ده المواصلات ما كانتش متاحه ان الفرق تنتقل من المحافظات للقاهره انك تلعب كل اسبوع. ففكروا يعملوا الدوري زي الاسلوب اللي كان بتستخدمه قوات الاحتلال الانجليزي، يعني لهم قوات في القناه، لهم قوات في اسكندريه، فقوات القناه ومعسكراتها بيلعبوا مع بعض، وفي الاخر خالص بيتجمع ابطال كل منطقه لعبوا الدوري. وفعلا فكروا يعني يسموها جغرافيه. جغرافيه. حلو. وكانت الكره في الوقت ده طبقا لطبيعه الانديه اللي موجوده في ثلاث اماكن بس، القاهره تبقى القاهره والجيزه يعني. واسكندريه والقناه، على اساس كان في انديه كتير اجانب في في في, في انديه يونان وطالينا في اسكندريه وبورسعيد وكان في الاسماعيليه. وبالتالي قرروا بعد تفكير انهم يبداوا الفكره بالشكل ده. وبداوا يعملوا فكره، وكان المقترح ليها يسموها بطوله المناطق الدوريه. أوكي. ده الاسم البدايه. لما بداوا يشتغلوا فيها اشتغلت فعلا بطوله القاهره، وقدم الامير عمر طوسون اول درع وسموه، كان حتى بيسموا بطوله القاهره على درع الامير طوسون، وشويه شويه بقت بطوله درع الامير طوسون، على اساس ان بطل القاهره يلعبوا مع بعض هم الثلاثه دوره ثلاثيه، وده يبقى بطل الدوري. لكن للاسف ما كملتش الفكره، بقت كل منطقه تعمل الدوري بتاعها وما يكملوش، ما تتلعبش النهائيات يعني. نهائيات. لكن اتحاد الكرة عوض عن ده، عمل حاجة مقابلة سنة 24-25. طبعا لازم نقول بطولة المناطق بدأت 22-23. عمل كاس الملك اللي هو منتخب القاهرة ومنتخب اسكندرية ومنتخب القناة يلعبوا مع بعض، يبقى ده كاس الملك فؤاد. غير كاس مصر. اوكي. كاس مصر حاجة تانية، كاس الملك فؤاد كانت للمناطق. ويمكن اتلعبت حوالي 28 مرة بطولة المناطق دي. القاهرة خدت 19 مرة، والاسكندرية 6 مرات، والقناة خدت 3 مرات. امال ايه كاس حشمة باشا؟ ده لسه بقى. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. اوكي. كاس حشمة طب ممكن بس قبل ما نروح يعني عشان نعرف كل حاجة، هنا كاس الملك فؤاد هو كانت الجايزة بتاعته قد إيه، وهو اللي كان بيطلب؟ لا ما كانش فيه فلوس. ما كانش فيه أي جوائز أو أي حاجة. خالصة. مجرد كانت هواية خالصة. هو كاس حشمة بس اختصارا، دي موضوع كبير ممكن نحكيه بعدين، لكن هو اختصارا كان أول بطولة في مصر تقام في مواجهة، كان في اتحاد اسمه الاتحاد المصري الانجليزي عاوز يعمل بطولات، وكان الاهلي مش عايز يشارك في الاتحاد لان كله اعضائه اجانب، فعمل بطولة للمدارس الثانوية والكليات، كان برضه حتى الكليات كان اسمها مدرسة الألسن، مدرسة الحقوق، مدرسة طبعا. فكانت البطولة دي معمولة، ده كانت أول بطولة، ويمكن استمرت لغاية سنة 35، بدأت سنة 14 وكانت اخر بطوله لسنه 35. وفي نفس الوقت كانت بتقام بطوله ثانيه، كان احمد حشمت باشا ده كان وزير المعارف يعني وزير التعليم، كان اتقامت في نفس الوقت ده بطوله للالعاب الاخرى بس بنظام مختلف، كان على كاس عزيز عزب باشا، وده كان رئيس النادي الاهلي. كانت بتتلعب بطريقه النقاط، يعني انا باخد نقط في البلياردو، باخد نقط في التنس الطاوله، في السباحه، وتتجمع النقط دي، وده يبقى الفائز. تمام. بعد ما اتكلمنا عن فكره، اول فكره للدوري 22-23، بدا تاني سنه 31-31 وسنه 34-35 نفس الافكار بنفس الطريقه، مع استحداثها بقى او تطويرها شويه. كان برضه نفس الفكره، ايه بس المره دي ايه، قالوا هناخد اول وتاني كل منطقه يبقوا 6 انديه يلعبوا دوري بقى. وبرضه ما اكتملتش الاسباب كتير. لغايه سنه
بدات الصحف تكتب بجد بقى لا عايزين دوري يعني الدنيا كده. ده 46 تمام. فسنه في مطلع 48 محمود بدر الدين كان مدير مسابقات الاتحاد عرض على حيدر باشا وكان رئيس اتحاد الكوره وكان كبير اللي ورانا على ما اعتقد الفتره ديت نعمل بطوله الدوري العام. حيدر باشا كان قريب من الملك فاروق فعرض عليه الفكره وافق وبدات فعلا بطوله الدوري العام موسم 48 49 تحديدا في 22 اكتوبر وكان بماتش الزمالك والمصري 22 يعني اكتوبر اول مباراه على الاطلاق في اول دوري رسمي الدوري على الاطلاق في الدوري الرسمي. اوكي اذا دي كانت فكره محمود بدر الدين وده يخلينا نروح لمحمود بدر الدين لان محمود بدر الدين ودي جزء مهم في جدا في مساله التاريخ. يمكن الشاشه قدامنا جايبه محمود بدر الدين كان اصلا بيلعب في السعوديه كوره يعني هو لعب على مستوى المدارس في الوقت ده ولعب في كاس حشمت باشا اللي كانت بتقام في الاهلي وكان شاب منظم حتى هو اللي كان ماسك فرقه السعوديه وكانوا ساعتها بيسموا مدير الكوره سكرتير. ويمكن على فكره مصطلح سكرتير ده فضل لغايه يمكن الستينات مش كانش حاجه اسمها مدير الكوره. مدير اللعبه كان سكرتير. أوكي. سكرتير الباسكت سكرتير الفولي سكرتير الهاندبول. فمحمود بدر الدين انضم للنادي الاهلي كعضو وسنه 27 تم اختياره مدير للمسابقات الالعاب الاخرى زي اللي هي مدير مسابقه عزيز عزت باشا في النادي الاهلي. أوكي. النادي الاهلي هو اللي كان بينظم البطوله ديت. وبرده في حته صغيره لما كان في مدرسه معينه يعني انا البطوله دي كانت بتتعمل ازاي برده دي حته البطوله دي كانت بتتعمل من طلبه النادي الاهلي نادي طلبه المدارس فكان عنده طلبه من مدرسه الحقوق من مدرسه السعاديه من مدرسه المهندس خانه من دار العلوم فكل مدرسه طلبها بيعملوا فرقه وبيلعبوا. طيب زي دوري المدارس اللي موجود لا كان دوري داخلي للمدارس امال دوري داخلي للطلبه اللي جوه تبع المدارس يعني اعضاء النادي الاهلي من الطلبه اللي في كليه الهندسه دول فرقه. اوكي طيب في فرقه بقى من بره زي فرقه مدرسه الخديويه عاوزه تشترك لازم موافقه وزير المعارف لانه يعتبر رئيس الجمعيه العموميه الاهلي هو الشخص المعني بقى بالمنطق ده لازم يوافق وهو برضه في نفس الوقت رئيس الجمعيه العموميه النادي الاهلي. كان في نظام وسيستم مش اي مدرسه اشترك لازم يكون موافق وغالبا كان بيوافق. فكانت تعتبر بطوله المدارس هي البطوله الاولى في مصر لفتره كبيره جدا يعني. فهو كان طالب في المدارس هنا وكان بيدير مسابقه ماسك المسابقه بتاعت كاس عزت باشا. تاني سنه 28 محمود بدر الدين تم اختياره سكرتير فريق كره في النادي الاهلي يعني مدير الكوره في الوقت ده فرقه كره القدم. وفضل في المنصب ده يمكن لغايه سنه 33. في الوقت نفسه سنه 28 تم اختياره عضو اللجنه التنفيذيه اللي هي المكتب التنفيذي للنادي الاهلي دلوقتي وكان ده بالانتخاب يعني الوقت حاليا المكتب التنفيذي بيتم اختياره من مجلس الاداره ويضم من بره ما يشاء من بره لكن وقتها كان المكتب التنفيذي يتم اختياره في نفس الجمعيه العموميه اللي بيتم انتخاب فيها مجلس اداره النادي فتم انتخابه عضو لجنه تنفيذيه وفضل في المنصب ده لسنه 34 35 من سنه 28. سنه 35 كانت النقله الكبيره بقى لمحمود بدر الدين لما تم انتخابه امين صندوق النادي الاهلي بالاجماع. ده كان محمود. طيب نرحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه الحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى وكنا بنتكلم عن التاريخ الرياضي ومشاكله وكل التفاصيل بقى اللي حضرتك كنت بتذكرها نكملها معاك. طيب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عندنا مشكله في التوصيف. يعني انا بقول لك لما يجي مثلا واحد زي الاستاذ محمد صادق يقول عليه ارشيفجي شاطر. طب ليه شاطر؟ في واحد ثاني عنده ارشيف بس مش عارف قيمته. محمد صادق عارف قيمه اللي معاه. قلنا الاستاذ حسن المستكاوي لما عمل كتاب قعد اربع سنين في الكتاب الاولاني الخاص بالنادي الاهلي وده مش حاجه سهله. انا جبته على فكره الكتاب ده ولما عمل النسخه الثانيه كانت قدها حوالي كانت دي حوالي 260 الثانيه كانت حوالي 400 صفحه وكل مش بعدد الصفحات ولا الفونت طيب زاد طبعا. عشان يزود الورق لا كان معلومات جديده وتحديث لكل شيء. انا بعتبر الاستاذ حسن مع النادي الاهلي في الكتاب ده كان شغل تاريخ لان كان بيراجع كل كلمه حتى دقق موضوع هل ايه العلاقه المباشره بين سعد زغلول والنادي الاهلي. يعني حاجه قعد فيها فتره كبيره جدا. هو كان 100 سنه نادي اهلي يعني كان 100 سنه اهلي. 100 سنه هو جدده في احتفالات المئويه. تعالي لا هو صلعه ساعتها في 90 سنه سنه 97. لغايه 97 هو كانت 1907 هو كان الكتاب اسمه تاريخ في الرياضه الوطنيه في الرياضه الوطنيه لما طلعه في ثانيه قال لك 100 سنه اهلي بقى. ايوه انا بقى جبت 100 سنه اهلي. لما تيجي بقى لواحد ثاني زي الاستاذ سعيد وهبه
استاذ سعيد وهبه تقدر تقولي ان هو اخر الحكائين الرياضيين. استاذ سعيد وهبه حكائي يعني ممكن يقعد يحكي لك الحكايه ويسترسل، ما تقدريش انك انت انك انت تبقي فجاه تلاقي نفسك ساعه وكذا ساعه قدامك الوقت وقف خلص وانت مش حاسه ان لسه فيه. ويمكن هو حتى بيقول على نفسه ان هو كاتب هاوي رغم انه كاتب كبير وقارئ محترف. وبيقول ان هو مش مؤرخ، انا قارئ جيد. وده وفعلا لما تيجي قراءه التاريخ مشكله. ليه؟ لا انا بتكلم على التاريخ عموما، احنا متخصص بس في التاريخ الرياضي، انما اي تاريخ له خمس ست مواصفات. يعني عشان برضو ما حبيتش اقولها من دماغي، ما انا عمل اي مؤرخ سياسي اقتصادي فني اي حد عاوز يشتغل تاريخ، لازم اي وثيقه يدقق هل الوثيقه دي سليمه ولا مش سليمه. مش مجرد ما جبت ورقه من سنه 20 بقت وثيقه، ممكن يكون الكاتب ما جالوش المستند، بدليل ان بعض الناس قالت ان الاهلي سنه 17 لعب مع الزمالك مع المختلط. وهذه المعلومه ثبت باسباب كتيره جدا انها مش صحيحه، والاهلي ما لعبش سنه 17 مع المختلط، اللي لعب فريق حجازي. يعني حتى جورنان هقول لك اللي بيشن جازت ايامها نزلت تشكيلين، قال التشكيل المختصر المختلط وقالت 11 لاعب. تشكيل المختلط لما جت في تشكيل فريق حجازي قالت ايه؟ فلان وفلان من الخديويه، فلان وفلان من العباس، ما قالتش فريق الاهلي. وهنا التشكيله دي خلاص الموضوع منتهي. زائد كمان حتى العقد اللي اتعمل، على فكره كان زمان بيجي يلعبوا ماتش ودي كانوا بيعملوا عقود. من زي النهارده كده كان نلعب وممكن نتخانق يعني. فمكتوب في العقد ايه؟ في اول بندين المباراه الاولى على ملعب المختلط. والمباراه الثانيه على ملعب يحدده فريق حجازي، ده الاهلي اللي فيه كان في مقدم يعني. وصلت الفكره؟ اه طبعا. فهنا طبعا. خلاص ففي حاجات تاريخيه كتير فيها مشاكل. تعالى هقول لك على حاجه ثانيه. اتقال مثلا ان اقدم رئيس نادي رياضي كان محمد حسن حلمي في المختلط. طب احمد حسين باشا 46 كان بطل سلاح شيش ولاعب في الاولمبياد ستوكهولم 1908. طب ما معنى كلامك يا استاذ محمد ان المشكله مش في قراءه التاريخ قد ما المشكله في مين اللي كتبه؟ لا، المشكله في مين اللي نقل. ما هو محدش كتب حاجات كتير، محدش كتب حاجات كتير، وتدور عليها ما تلاقيهاش اصلا. برضه بيبقى في مساحه للاهواء الشخصيه كتير. طب هقول لك على حاجه، كان في رئيس النادي الاهلي في الستينات صلاح، اللي هو صلاح الدسوقي. كان رئيس النادي الاهلي بعد احمد عبود باشا. صلاح الدسوقي كان بطل دولي في سلاح الشيش في النادي الاهلي، وكان تلميذ احمد حسنين باشا. طب خد المفاجاه بقى، دكتور ابراهيم الوكيل استاذ في كليه طب عين شمس اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد 67 لغايه 71، كان بيلعب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي غير فريق الشباب، ولكن تفوقه وكان لازم يسافر بره عشان ياخد دكتوراه بطل كوره. ده كان رئيس النادي الاهلي وكان من قطاع الكوره في النادي الاهلي. فانت عندك مشاكل جديد في التاريخ. الناس ما تعرفش ان كره السله في الاهلي كانت اقدم فريق كوره، وفي اسماء لا تتخيلها بقى. لما تلاقي مثلا اعذروني في الحته دي بس كده، لا هاخد وقتك. وعايزين كمان قبل ما نختم نتكلم، ندي مساحه للتعليق بقى. التعليق الرياضي لما تلاقي مثلا توفيق جرجس وعبد المنعم وهبي، عارفين طبعا عبد المنعم وهبي. طيب نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه الحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى، وكنا بنتكلم عن التاريخ الرياضي ومشاكله وكل التفاصيل بقى اللي حضرتك كنت بتذكرها، نكملها معاك. طيب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن احنا عندنا مشكله في التوصيف. يعني انا بقول لك لما يجي مثلا واحد زي الاستاذ محمد صادق يقول عليه ارشيفجي شاطر. طب ليه شاطر؟ في واحد ثاني عنده ارشيف بس مش عارف قيمته. محمد صادق عارف قيمه اللي معاه. قلنا الاستاذ حسن المستكاوي لما عمل كتاب قعد اربع سنين في الكتاب الاولاني الخاص بالنادي الاهلي، وده مش حاجه سهله. انا جبته على فكره الكتاب ده. ولما عمل النسخه الثانيه كانت قدها حوالي، كانت دي حوالي 260، الثانيه كانت حوالي 400 صفحه، وكل مش بعدد الصفحات ولا الفونت. طيب زاد طبعا عشان يزود الورق، لا كان معلومات جديده وتحديث لكل شيء. انا بعتبر الاستاذ حسن مع النادي الاهلي في الكتاب ده كان شغل تاريخ، لان كان بيراجع كل كلمه، حتى دقق موضوع هل ايه العلاقه المباشره بين سعد زغلول والنادي الاهلي. يعني حاجه قعد فيها فتره كبيره جدا، وكان 100 سنه نادي اهلي، يعني كان 100 سنه اهلي، وجددوا في احتفالات المئويه.
تعالي. لا هو صلعه ساعتها في 90 سنه، سنه 97 لغايه 97 هو كانت 1907 هو كان الكتاب اسمه تاريخ في الرياضه الوطنيه، في الرياضه الوطنيه لما طلعه في ثانيه قال لك 100 سنه اهلي بقى. ايوه انا بقى جبت 100 سنه اهلي. لما تيجي بقى لواحد ثاني زي الاستاذ سعيد وهبه، استاذ سعيد وهبه تقدر تقولي ان هو اخر الحكائين الرياضيين. استاذ سعيد وهبه حكائي يعني ممكن يقعد يحكي لك الحكايه ويسترسل، ما تقدريش انك انت انك انت تبقي فجاه تلاقي نفسك الساعه وكذا الساعه قدامك الوقت وقف خلص وانت مش حاسه ان لسه فيه. ويمكن هو حتى بيقول على نفسه ان هو كاتب هاوي رغم انه كاتب كبير وقارئ محترف. وبيقول ان هو مش مؤرخ، انا قارئ جيد. وده وفعلا لما تيجي قراءه التاريخ مشكله. ليه؟ ده انا بتكلم على التاريخ عموما، احنا متخصص بس في التاريخ الرياضي، انما اي تاريخ له خمس ست مواصفات. يعني عشان برضو ما حبيتش اقولها من دماغي، ما انا عمل اي مؤرخ سياسي اقتصادي فني اي حد عاوز يشتغل تاريخ لازم اي وثيقه يدقق هل الوثيقه دي سليمه ولا مش سليمه. مش مجرد ما جبت ورقه من سنه 20 بقت وثيقه، ممكن يكون الكاتب ما جالوش المستند، بدليل ان بعض الناس قالت ان الاهلي سنه 17 لعب مع الزمالك مع المختلط. وهذه المعلومه ثبت باسباب كتيره جدا انها مش صحيحه، والاهلي ما لعبش سنه 17 مع المختلط، اللي لعب فريق حجازي. يعني حتى جورنان هقول لك الاليبيشن جازت ايامها نزلت تشكيلين، قال التشكيل المختصر المختلط وقالت 11 لاعب. تشكيل المختلط لما جت في تشكيل فريق حجازي قالت ايه؟ فلان وفلان من الخديويه، فلان وفلان من العباس، ما قالتش فريق الاهلي. وهنا التشكيله دي خلاص الموضوع منتهي. زائد كمان حتى العقد اللي اتعمل، على فكره كان زمان بيجوا يلعبوا ماتش ودي كانوا بيعملوا عقود. من زي النهارده كده كان نلعب وممكن نتخانق يعني. فمكتوب في العقد ايه؟ في اول بندين المباراه الاولى على ملعب المختلط. والمباراة الثانية على ملعب يحدده فريق حجازي، ده الاهلي اللي فيه كان في مقدم يعني. وصلت الفكرة؟ طبعا. فهنا خلاص ففي حاجات تاريخية كتير فيها مشاكل. تعالى هقول لك على حاجة ثانية. اتقال مثلا ان اقدم رئيس نادي رياضي كان محمد حسن حلمي في المختلط. طب احمد حسين باشا 46 كان بطل سلاح شيش. ولاعب في الاولمبياد ستوكهولم 1908. طب ما معنى كلامك يا استاذ محمد ان المشكلة مش في قراءة التاريخ قد ما المشكلة في مين اللي كتبه؟ لا مشكلة في مين اللي نقل. ما هو محدش كتب حاجات كتير، محدش كتب حاجات كتير، وتدور عليها ما تلاقيهاش اصلا. برضه بيبقى في مساحه للاهواء الشخصيه كتير. طب هقول لك على حاجه، كان في رئيس النادي الاهلي في الستينات صلاح، اللي هو صلاح الدسوقي. كان رئيس النادي الاهلي بعد احمد عبود باشا. صلاح الدسوقي كان بطل دولي في سلاح الشيش في النادي الاهلي، وكان تلميذ احمد حسنين باشا. طب خد المفاجاه بقى، دكتور ابراهيم الوكيل استاذ في كليه طب عين شمس اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد 67 لغايه 71، كان بيلعب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي غير فريق الشباب، ولكن تفوقه وكان لازم يسافر بره عشان ياخد دكتوراه بطل كوره. ده كان رئيس النادي الاهلي وكان من قطاع الكوره في النادي الاهلي. فانت عندك مشاكل جديد في التاريخ. الناس ما تعرفش ان كره السله في الاهلي كانت اقدم فريق كوره، وفي اسماء لا تتخيلها بقى. لما تلاقي مثلا اعذروني في الحته دي بس كده، لا هاخد وقتك. وعايزين كمان قبل ما نختم نتكلم، ندي مساحه للتعليق بقى. التعليق الرياضي لما تلاقي مثلا توفيق جرجس وعبد المنعم وهبي، عارفين طبعا عبد المنعم وهبي رائد كره السله في مصر، وعبد العزيم العشري كان رئيس الاتحاد الاولمبي في الثمانينات، وعازر اسحاق والدكتور حسين منتصر، دول كان اول فريق اتعمل في النادي الاهلي سنه 31. الناس بتتكلم ان الاهلي كانت فيه باسكت ده من الخمسينات. اللي عايز اقوله في المنطقه دي ايه؟ ان احنا عندنا المشكله كبيره جدا، لانه لما تيجي تتكلم في التاريخ زي ما قلت لازم تدقق في كل وثيقه. الحاجه الثانيه انك انت لازم تعيد تفسير الاحداث الرياضيه كل ما تظهر لك ورقه جديده. لانه في نقطه خطيره جدا كانت زمان في الناس القديمه مش موجوده النهارده، اللي هي ايه؟ انا لما كنت اقعد مع حد كبير واقول له يا فندم ده في وثيقه طلعت كذا كذا، كان ياخدها ويهتم جدا، وافاجئ انه ثاني يوم في الجرنان بتاعه كتب ان في تصحيح كذا 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 كذا، وفوجئ انه كتب اسمك يقول لك ان انت فلان فلان وقراها لي وانا تاكدت من صحتها.
راجل كبير وما عندوش عقد. النهارده ممكن تيجي تكلم حد على اي وسيله في السوشيال ميديا او كده، لا ده انا عندي مصادر تانية. عندك مصادر انت ما توريني. هو الصوره اختلفت تماما. الصوره اختلفت. مفيش شك. الوثيقه امر مهم جدا جدا طبعاً. جدا بشرط تمشي باسلوب علمي، لانه مفيش اسلوب علمي ومفيش مفيش توثيق حقيقي. مش اي وثيقه. انا عندي في موضوع عملته دورت فيه لغايه ما وصلت ل 12 حاجه تؤكده. كان حاجه عن تاسيس احد الانديه وتاريخه كام وسنه كام. موضوع مش سهل للدرجه دي. هل التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تنطبق كمان على النقطه المهمه اللي كانت نهاوند بتسال حضرتك فيها، مساله الفروقات بين معلقي الزمن الجميل وبين التعليق الرياضي الحالي او الكروي؟ طبعا زمان كان في فترات زمنيه مختلفه طبعا اسماء كبيره جدا، الاستاذ محمود بكر، كابتن محمد لطيف، كابتن علي زيور. نقارن على الاقل الثلاث اسماء دول بما تسمعه حاليا كتعليق. هقول لك على حاجه، احنا نقدر نقارن حتى من ايام محمود بدر الدين لسبب تاريخي شويه. احنا كنت سمعنا راديو، واحنا مش هنلحق نرجع لمحمود بدر الدين اللي احنا الوقت بتاعه. هقول لك ليه. لا انا هتكلم في منطقه واحده فيهم كلهم. اول ما لو انت فاكر حضرتك في الراديو كنا بنسمع يقول لك النادي الاهلي في مربعات 1 2 3 4 ونادي الترسانه في مربعات 5 6 7 8. ده احنا كنا بنسمعه كده في الراديو. كان بيقسم الملعب مربعات عشان هو بيقول انتقل لمربع 4 تبقى انت عارف هو ايه دخل على دايره نص الملعب هجم ولا رجع لورا. بالظبط كده. اللي عمل المربعات دي في الراديو كان محمود بدر الدين، وشوف فضلت مستمره لغايه منتصف التسعينات. تعالى النهارده اسمع اي معلق راديو انت مش هتعرف اللعيب فين ولا عمل ايه. لو انت يعني انت النهارده مفيش معلق فعلا حقيقي حاليا، مفيش معلق راديو في مصر. خلاص انتهت بعد جيل العظماء دول. تعالى على التلفزيون. محمود بكر انا فاكر له لقطه صغيره، ميمي شربيني لقطه صغيره قوي هتوريك الفرق بين زمان ودلوقتي. الماتش كله بيتكلم في الماتش، جه مجدي عبد الغني جاب جون كان في كان الياوندي. قال جون لمجدي عبد الغني، 25 سنه مجدي عبد الغني، ليسانس اداب مجدي عبد الغني. ما جابهاش في اي وقت. النهارده المعلق من دول عنده 20 معلومه عايز يرصهم باي شكل، حتى لو الفرقه سيئه جدا. يا عم الفرقه سيئه، عمال تحكي لي عن مين ومع مين ده؟ ده انا مولع منهم اصلا. فهو واخد معاه اسطمبه ولازم يقولها على الهوا. فانا اسف يعني مش هتقدر تلاقي اللي انت كنت بتشوفه زمان. يعني هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، يعني خلينا لا ده راي حضرتك طبعا مفيش ده رأيي. مشكله اكيد طبعا. بس يعني انا هقول لحضرتك طبعا دي وجهه نظر موجوده، بس في وجهات نظر تانية بتتكلم ان بالعكس عندنا اسماء كتير. مش عايزه اذكر حد بس ايمن الكاشف وغيره، يعني في اسامي أيمن كبيره يعني برضو كان الله يرحمه محمد السباعي يعني ومحمد عفيفي في وكمل. يعني نماذج برضو ما نقدرش ان احنا نقول لا تقارن. بتتكلمي في العموم. انا يعني ايه لما يكون في حاله واثنين صعب قوي، لكن لما تيجي في جيل الثمانينات بنتفرج على حسين يعني. مدكور وعلي زور ومحمد لطيف واحمد عفت لا حتى وشربيني الغالبيه كويسين. هتكلم على الاعداد يمكن كانت اكتر فعلا. المعلقين الحاليين المميز منهم هتلاقي بالضروره عنده شيء من سمات برضه معلقي زمن الفن زمن الرياضه الجميل. أنا في رأيي. احنا للاسف الشديد، وده الخبر المؤسف الثاني اللي انا كنت مخبي على حضرتك التفاصيل للاسف يعني ده وقت فقرتنا انتهى. بس ان شاء الله اكيد لقاءاتنا لن تنتهي ونسعد بوجود حضرتك معانا مره ثانيه ونكمل كلامنا ان شاء الله. لا بجد اسعدتنا وبنستفيد كمان من يعني التاريخ اللي حضرتك بتجمعه ولسه احس عندنا كتير طبعا. جدا طبعا مع استاذ محمد مصطفى في الحلقات اللي جايه باذن الله، ويبقى في كمان شكل جديد للنوستالجيا في 2021 ان شاء الله في 10 الصبح في الاهلي. يبقى يعني افكار واشكال جديده جدا ان شاء الله بتعرض الفقرات من خلالها. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم الفقره اللي جايه هنتكلم فيها عن الجودو. خليكم معانا.